السلام عليكم، انا احمد عبد الظاهر من كلاود تيم مايكروسوفت ستودنت بارتنر. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الكلاود كومبيوتنج وايه هو مفهومه. ان شاء الله اتمنى ان الكل يكون مركز معايا. لو حد عنده سؤال ممكن يكتب لي هنا، تمام، وانا ان شاء الله هجاوب عليه. ان شاء الله دي اوفر فيو عن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. ايه هو هنتكلم عن ذا كلاود كومبيوتنج، ايه هو مفهوم الكلاود، هنتكلم عن الباور اوف كلاود والبينفيت بتاعه الكلاود اللي بنستفاده من الكلاود اساسا، وفي الاخر كده هنتكلم عن انواع الكلاود وهنعرف ايه هو انواع. تمام، قبل ما نتكلم عن مفهوم الكلاود ايه هو، هناخد بس هيستوري كده بسيط عن ايه هو الكلاود كومبيوتر. الكلاود الهيستوري بتاع الكلاود، اول نوع زي ما انتم شايفين معايا المين فريم، ده كان اول نوع خالص. المين فريم دوت زي ما احنا عارفين في الاول خالص، عشان كنا نيجي نوصل اتنين كمبيوتر ببعض او انقل داتا من بي سي لبي سي، كان لازم اجيب اوصل بينهم بسلك، فدي كانت حاجه متعبه شويه يعني، عشان لو انا عايز انقل داتا بين اكتر من كمبيوتر فكانت دي بتبقى مشكله عندي. دلوقتي بعد كده عملوا ايه، جابوا سيرفر، تمام، حاولوا يوصلوا عليه الكذا بي سي موجودين في نفس مثلا المكان، بس كانت دي بتقابلنا مشكله فيه ان اللود كتير على السيرفر كان ممكن يوقع السيرفر ده، فدي كانت مشكله بتواجهنا. فاتجه الحل تاني اللي هم يحاولوا يزودوا مساحه البي سي السيرفر اللي عندنا، بس برضو كانت بتبقى قابلهم نفس المشكلة ان الداتا اللي موجودة على السيرفر ما بتبقاش افيلابل طول الوقت، فنفس المشاكل هي الناس معايا ولا تاهت مني؟ الناس معايا ولا ايه؟ طيب بالنسبة للناس اللي لسه داخلة، بالنسبة للناس اللي لسه داخلة بالنسبة للناس اللي لسه داخلة معلش هنقول من أول وجديد. احنا النهاردة انا احمد عبد الظاهر، ام اس بي في مايكروسوفت، وممبر في الكلاود تيم. ان شاء الله هكلمكم النهارده عن الكلاود كومبيوتنج، وقلنا هنتكلم عن ايه هو الكلاود وانواع الكلاود وايه هي البينفيت بتاعت الكلاود، تمام. اول ما بدات، عشان الناس اللي لسه برضو لسه داخله، انا اتكلمت عن المين فريم ولسه ما بداناش، بدات حاجه بسيطه خالص جدا. كنت بتكلم ازاي لما كانوا بيحبوا ينقلوا داتا من بي سي لبي سي او ينقلوا داتا من مكان لمكان، كنا بنجيب لازم الاثنين بي سي اللي انا هشتغل عليهم بيبقوا في نفس المكان. بس كان بيبقى في مشكلة ان مش هينفع انقل الا اتنين بي سي بس، فدي كانت بتبقى مشكلة كبيرة. يعني لو انا عايز انقل داتا بين 3 بي سي، 4 بي سي، 5 بي سي، بي سي في مكان وبي سي في مكان تاني، كانت بتبقى مشكلة. فاضطروا ان هم حاولوا ان هم يجيبوا سيرفر ويخلوا كل البي سيز اللي انا عايز انقل بين اكونكت بينهم اوصلهم بالسيرفر دوت. بس كانت في مشكلة بتقابلني، ايه هي المشكلة ديت؟ ان السيرفر لما كان بيلود عليه كذا بي سي، فكانت المشكله ايه هي، ان الداتا ما بتبقاش افيلابل معايا، فدي كانت مشكله بتقابلنا. بس حلوها ازاي؟ اللي هم حاولوا يكبروا السيرفر اللي عندي بمساحته عشان يقدر يسيع اكبر عدد من البي سي اللي بيكونكت عليه. بس برضو كانت لما كل ما كانوا بيزودوا البي سي، كل ما كانوا بيزودوا مساحه السيرفر كانت بتقابلهم بيزودوا عدد البي سي في المقابل، فكانت الداتا بتبقى ايه، نوت افيلابل معانا، تمام. فدلوقتي نفس المشكله الاولانيه عندي هي النوت افيلبل، الداتا عندي مش افيلبل. كمان تاني مشكله حاجه ان الصيانه المينتينر بتاع السيرفر اللي انا بجيبه دوت
كانت بتبقى على صاحب الراجل اللي شاري او صاحب الشركه اللي شاري السيرفر، فكان لما كان عايز يصلحه كان بيصرف عليه. فدي كانت تاني مشكلة معايا اللي هي المنتين. المنتين كانت تاني مشكلة عندي ان تمن الصيانة بتاعي كان بيبقى كبير جدا. تمام. تالت مشكلة ان انا لو انا عايز المساحة صغيرة، لو كان في عندي مساحة، لو انا عندي سيرفر مثلا بياخد 1 جيجا، فكانت دي لو انا عايز ازوده ل2 جيجا فكنت بدفع كتير جدا عشان اجيب ال2 جيجا دوت. لو انا عايز استخدم 10 كنت بدفع، بس بضطر ان انا اشتري السيرفر ال10 وانا هستخدم منه مثلا مساحة قليلة. فكانت دي بتبقى بتقابلني مشكلة تانية اللي انا بصرف فلوس على الفاضي. تمام. فدلوقتي عندي 3 مشاكل، اللي هو الداتا ما بتبقاش افيلابل متاحة عندي على طول، كانت المينتين بتاعي مشكلة. تالت مشكلة كانت بتقابلني في المين فريم، اللي هي اني كنت بدفع يعني فيري يعني بدفع فلوس كتير جدا عشان استخدم مساحة قليلة جدا من السيرفر اللي انا هجيبها. تمام. الناس معايا ولا لسه؟ لو حد تايه يا ريت يسألني في الشات دلوقتي عشان لو حد وقع منه اي حاجة. تاني انا هقف دقيقتين بالظبط عشان لو حد عنده اي سؤال في اللي انا قلته دلوقتي. لو حد عنده سؤال قبل ما اخش في الجريد كومبيوتينج. تمام. هراجع برضو المشاكل البروبلم اللي كانت بتقابلني. اول مشكله كانت عندي النوت افيلابل، تاني مشكله كانت المينتين، تالت مشكله كانت الاكسبنسيف. جم في جريك كومبيوتنج حاولوا يحلوا المشكله ديت، يحلوا مشاكل من ال3 مشاكل دول، اللي هم لو كانوا عايزين ينقلوا داتا بين مكان ومكان، يعني مثلا انت مثلا في بلد وعايز تنقل داتا لبلد تانية، فحاولوا ان هم يجيبوا السيرفرات في كذا مكان في العالم بحيث ان هم ينقلوا الداتا بين مكان ومكان. تمام. فكانت المشكلة برضو ال3 مشاكل هم ان برضو لما كان بيزيد الكونكت او اللي انت تخش على السيرفر دوت كان الداتا ما بتبقاش متاحة معايا. وبرضو نفس المشكلة اللي كانت بتقابلني في المين فريم، اللي هي مفيش الصيانة، كانت بتبقى غالية ومكلفة كتير جدا. دي برضو لقناها في الجريك كومبيوتينج. طيب رابع تالت مشكله اللي هو الاكسبنسيف. انت لما تشتري سيرفر في بلد وسيرفر تاني في بلد وسيرفر في تالت بلد تالته، انت بتشتري سيرفرات وممكن ما تستخدمهاش كلها او هتستخدم كميه منها مساحه معينه منها. فدي كانت مشكله عندي. فبرضه نفس المشاكل اللي قابلتني في المين فريم هي الجريك كومبيوتنج. تمام. الكلاينت سيرفر جم عملوا ايه؟ تمام. الكلاينت سيرفر قسم السيرفر عندي ل3 اجزاء، جزء 3 لاير: ابلكيشن لاير، بيزنس لاير، داتا بيز لاير. تمام. فعشان يحلوا مشكلة الداتا بتبقى متاحة، خلوا اول لاير عندي هي الابلكيشن لاير، بحيث ان اليوزر بيبقى داخل على السيرفر عشان يستخدم الابلكيشن، فاول لاير يقابلها عنده هي الابلكيشن. البيزنس لاير كانت بتبقى تاني لاير. الداتا بيز لاير هي الداتا الاخيره.
هي اللير الاخيره تمام. فهنقول التلاتة لاير تاني عندي اللي هم استخدموها في الكلاينت سيرفر: ابلكيشن لاير اول لاير، تاني لاير تاني كانت البيزنس لاير، تالت لاير هي الداتا بيز لاير. الابلكيشن لاير حطوها اول لاير ليه؟ علشان اليوزر اساسا بيبقى داخل على الابلكيشن او داخل على السايت او داخل على الشركه بتاعته عشان يستخدم الابلكيشن، فيلاقيها هي اول واحده. من الحكايه ديت حاولوا ان هم يحلوا مشكله ان الداتا ما بتبقاش متاحه طول الوقت، فهم حاولوا يحلوا مشاكل. بس برضو كانت ستيل ان الصيانه كانت كبيره، كانت ستيل الاكسبنسيف غاليه جدا، بحيث ان انت يعني لازم تجيب سيرفرات كتير وهتستخدم منها مساحه قليله تمام. فكان ده كله خلانا نتجه لحاجه اسمها كلاود كومبيوتنج. خلانا نتجه للكلاود كومبيوتنج. قبل ما اخش في الكلاود كومبيوتنج، انا هحاول كده بص سريع على اللي انا قلته على الهيستوري، ولو حد عنده سؤال يا ريت يكتبه لي عشان اقدر اجاوب عليه قبل ما اخش في الكلاود كومبيوتنج تمام. وانا براجع كده على المين فريم والجريد كومبيوتنج والكلايد سيرفر، عايز الناس تكتب لي الاسئله. احنا قلنا المين فريم اول حاجه كانت في مشاكل بتوجهني فيه. ايه هو المين فريم باختصار؟ ان هم كانوا بيستخدموا عشان يوصلوا داتا، ينقلوا داتا من سيرفر، من كمبيوتر لكمبيوتر، او من بي سي لبي سي، كانوا بيستخدموه كانوا بيوصلوه عن بسلك، او اللي هم بيحاولوا يجيبوا سيرفر بينقلوا عليه. بس كانت عندي 3 مشاكل بتقابلني في المين فريم، اللي هي الداتا ما بتبقاش متاحه بسبب ان لو الضغط زاد على السيرفر اللي انا اشتريته عشان اوصل بيه، المينتين اللي انا كنت ببقى محتاج فلوس كتير عشان اعمل صيانه للسيرفر دوت لو اتحرق او ان الداتا وقعت او اي حاجه، كان بيبقى عندي اكسبنسيف جدا، لان انا ممكن اشتري سيرفر كبير بس مش هستخدم منه الا مساحه قليله. اتجهنا بعد كده للجريد كومبيوتنج، اللي هو جابوا سيرفرات في كذا مكان بحيث ان هم يخفوا الضغط على نفس المكان، بس برضه نفس الاستيل التلاته بروبلم كانوا موجودين عندي. الكلاينت سيرفر حلوا شويه النوت افيلابل بتاعه الابلكيشن ماشي. ده كل المشاكل ديت خلتنا نتجه لحاجه اسمها الكلاود كومبيوتنج تمام. محد اللي عنده سؤال يقول السؤال على طول، مش لازم يقول انا عندي سؤال. هو محمود الديب بيسأل بيقول انا لو عاوز اوصل بي سي لتو بي سي، ده في بيلد، بس يا ريت توضح سؤالك بس عشان انا مش فاهم، يعني ده مش كان ممكن عشان غالي بس. طب هي الأسئلة، طيب في ناس هتجاوب عليها، طيب عشان احنا بس نحاول نخلص بسرعة. الكلاود كومبيوتينج جه حل عندي المشكلة ال3 مشاكل، اللي هو ايه؟ اول مشكلة ان الداتا بتبقى متاحة عندي. طب ازاي الداتا بتبقى متاحة عندي وحل المشكلة ديت؟ اللي هو حل مشكلة ان عندي اساسا في الكلاود كومبيوتنج وفر لي ان هو بيعمل لي 3 كوبي من الداتا بتاعتي. يعني اللي عندي كوبي بتبقى ظاهرة، وفي 2 نسختين، ثلاث نسخ تانيين موجودين، بحيث ان لو الداتا او الابليكيشن وقعت في واحدة من ال3 نسخ اللي موجودين عندي بتبدأ تشتغل، عشان اليوزر بكده ما يقدرش يحس ان في مشكلة حصلت او في ان الداتا بتاعته مش متاحة. دي كانت الطريقة، دي الكلاود كومبيوتنج حل اول مشكلة. المينتين الصيانة، انت ممكن تخلي بتشتغل على شركة او سيرفر من شركة، الشركة هي اللي بتبقى مسؤولة عن اللي هي تصلح السيرفر لو حصل له اي حاجة، فانت كده وفرت الفلوس اللي انت هتصلح بيها. التالت حاجة اللي انت از بي از يو جو، يعني انت لو محتاج مساحة، لو انت محتاج مساحة بتدفع على قد ما انت ما هتستخدم، مش محتاج اللي انت تاخد مساحة كبيرة وهتستخدم حاجة صغيرة جدا تمام.
فكلاود كومبيوتنج جه حل لي الثلاث مشاكل. هقول تاني الكلاود كومبيوتنج حل الثلاث مشاكل ازاي. احنا قلنا الثلاث مشاكل اساسا هو الداتا ما بتبقاش متاحه عندي، المينتين الاكسبنسيف ان غالي عندي، تمام. اللي حل لي اول مشكله اللي هي النوت افيلابل عن طريق ان هو بيعمل لي ثلاث نسخ من الداتا من الابلكيشن والداتا اللي عندي، بحيث ان لو السيرفر جه مثلا الداتا وقعت او الداتا فقدناها بتبقى عندي في نسخه من الثلاث نسخ الاحتياطيين بتطلع عندي. فبكده اليوزر او المستخدم اللي داخل يستخدم الابلكيشن عنده او الداتا ما بيحسش ان الداتا مش متاحه ليه. تاني مشكله حلها ازاي، ان هي انت كنت ان انت كنت بتستخدم بي از يو جو، يعني انت بتقدر تستخدم على قد ما هتدفع، يعني مش شرط اللي مش هتدفع فلوس على قد المساحه اللي انت هتستخدمها، مش هتستخدم مساحه كبيره على الفاضي وتدفع قدامها مقابل وانت مش هتستخدم المساحه دي كلها. تاني مشكله ان الصيانه انت دلوقتي مش هتبقى انت مكلف بيها، تمام. فدي الكلاود كومبيوتنج كده جه حل لي الثلاث مشاكل. الكلاود كومبيوتنج بقى بيتقسم لثلاثة لير: انفراستراكشر، بلاتفورم، وسوفت وير، تمام. الانفراستراكشر از سيرفيس ديت باختصار معانا اساسا الانفراستراكشر هي البنية التحتية، يعني انت مش هتبقى يعني هتستخدم الكور بس، مش هتبقى هوست، يعني انت هتستخدم الانفراستراكشر از سيرفيس ديت يعني هوست بس اللي انت ترفع عليها الابلكيشن بتاعتك. بلاتفورم از سيرفيس انت بتقدر تاخد اللاير ديت عشان تبني عليها، اللاير دي مخصصه للديفلوبر اللي هم هيستخدموا مثلا على سبيل المثال عندنا الويندوز اجور اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاع الكلاود كومبيوتنج عشان يقدروا يعملوا عليها ابلكيشن يستخدموها بعد كده، تمام. السوفت وير از سيرفيس ديت بتبقى خاصه بس لليوزر، اليوزر عندي هيخش بس يستخدم الابلكيشن المتاحه قدامه، مش هيعمل اي حاجه، هو بس وظيفته ان هو يستخدم الابلكيشن المتاحه. طيب يعني ايه از سيرفيس؟ دي هشرحها دلوقتي. ان از سيرفيس يعني الحاجه دي مش بتاعتك انت، انت بتدفع مقابل عشان تستخدم الخدمه ديت، يعني الكلاود كومبيوتنج مش ملك لحد، يعني انت بتستخدم مثلا لو انت مثلا هتستخدم ويندوز اجور، فالويندوز اجر انت مش بتاعك، هو انت بتاخد مساحه من مايكروسوفت مثلا عشان تقدر تبني مثلا الابلكيشن بتاعك، فانت بتدفع مقابل الخدمه ديت، يعني الحاجه دي مش بتاعتك، انت بتدفع فلوس عشان تستخدم الخدمه، بتدفع فلوس عشان تستخدم ويندوز اجر عشان تبني عليه ابلكيشن، عشان لما تستخدم مثلا السوفت وير از سيرفر اللاير ديت انت بتدفع فلوس عشان تستخدمها كخدمه ان اليوزر يقدر يخش يستخدم الابلكيشن بتاعتك. الانفراستراكشر از سيرفيس انت بتستخدم اللاير ديت بتدفع فلوس عشان تقدر تبني ابلكيشن وتبني السوفت وير بتاعك. طيب الانفراستراكشر از سيرفيس لو انت هتستخدمها انت بتبقى مسؤول عن كل حاجه فيها، انت مسؤول ان انت توفر البلاتفورم اللي انت هتشتغل عليه، انت مسؤول عن الصيانه، انت مسؤول عن اللي انت تعمل الابلكيشن بايدك. دي لو انت هتستخدم الانفراستراكشر از سيرفيس اللي انت هتهوست عليها. البلاتفورم از سيرفيس ديت لو انت هتشتغل عليها انت مسؤول عن اللي انت بس تبني الابليكيشن بتاعتك اللي انت هتديفلوب بس، لان انت مش مسؤول عن البلاتفورم، لان انت كده كده هتستخدم ويندوز اجور، لو انت مش مسؤول عن الصيانه بتاعت السيرفرات، مش مسؤول عن اي حاجه، انت مسؤول عن حاجه واحده بس ان انت تبني ابليكيشن. وديت اللاير ديت اللي بيستخدمها بقى الديفلوبر اللي بيبداوا يعملوا ابليكيشن، وان شاء الله النهارده تتعلموا ازاي تكتبوا ابليكيشن على ويندوز اجور. السوفت وير از سيرفيس انت مش مسؤول عن اي حاجه، انت البلاتفورم موجوده، الابليكيشن موجوده، الشركه اللي انت بتاخد منها الهوست او الخدمه ديت مسؤوله عن المنتين بتاعك، تمام. لو حد عنده سؤال يسأل. هنشرح بقى كل لاير مين اللي بيستخدمه. احنا قلنا الانفراستراكشر از سيرفيس ديت مسؤول عنها او بيستخدمها الشركات الاي تي او اللي هم الناس بتاعه الاي تي، لو حد بيسمعنا من الاي تي دي هتبقى مفيده ليه اكتر. تمام، انما البلاتفورم از سيرفيس دي
اللاير ديت مخصصه بس او بالتارجت الديفلوبر، يعني اي ديفلوبر معانا بيسمعنا دلوقتي يستخدم البلاتفورم از سيرفيس، يستخدم الويندوز اجر، بيستخدم الويندوز اجر عشان يقدر يبني ابلكيشن ويرفعها على الكلاود كومبيوتنج. السوفت وير از سيرفيس هي اند يوزر، يعني اليوزر العاديين بقى اللي هو مثلا واحد داخل يستخدم الابلكيشن بتاعتي فيقدر يستخدم على طول السوفت وير از سيرفيس. ومعظم الناس دلوقتي بقت شغاله كلاود، والناس اللي بتقدر تكونكت على معظم المواقع هي سوفت وير از سيرفيس. لو في مشكلة تبع الصوت احنا بنحاول نصلحها، فاعذرونا معلش. تمام، التو سلايد او الثلاثه سلايد اللي فاتوا دول هقولهم بسرعه كده عشان لو حد كان تاه مني في النص. احنا اتكلمنا عن الكلاود كومبيوتنج وقلنا اللي هو بيوفر ثلاثه لاير، الانفراستراكشر از ا سيرفيس، البلاتفورم از ا سيرفيس، السوفت وير از ا سيرفيس. الانفراستراكشر از ا سيرفيس اول لاير عندي انت ما بتبقاش بتبقى مسؤول عن كل حاجه، مسؤول عن الاوبريتنج سيستم اللي انت هتشتغل عليه، مسؤول عن الصيانه بتاعه السيرفرات، مسؤول عن كل حاجه فيه، وديت بالتارجت الاي تي. تمام، البلاتفورم از سيرفيس انت مش مسؤول عن الصيانه ولا مسؤول عن البلاتفورم بتاعك، انت بس هتبقى تبني ابلكيشن، تعمل بيلد للابلكيشن، وديت بيستخدمها بقى الديفلوبر. سوفت وير از سيرفيس دي انت مش مسؤول عن اي حاجه، كل حاجه متاحه لك، وكل حاجه لو حصل لها اي مشكله انت ما تصلحهاش، في الشركه اللي انت بتاخد منها الكلاود هي اللي مسؤوله عن اللي هي تبدا تصلح كل حاجة، وديت بالتارجت الاند يوزر. تمام، لو حد عنده سؤال هقول اقرر تاني يسأل براحته. دلوقتي الكلاود كومبيوتنج هو كونسبت نوت تكنولوجي، ليه؟ الناس اللي بتسأل في ناس هترد عليها ما تقلقوش، يعني الكلاود كومبيوتنج هو مش تكنولوجي جديدة، لان احنا قلنا زي ما اتكلمنا في تاريخ الكلاود او التاريخ من في اول سلايد خالص اتكلمنا او ما بدانا السيشن بتاعتنا، قلنا ان في حاجه اسمها مين فريم، قلنا ان في حاجه اسمها جريد كومبيوتنج، قلنا في حاجه اسمها كلاود سيرفر. فهي مش تكنولوجي جديده، بس هي كونسبت احنا عملنا تطور فقط لا غير في استخدام الحاجات دي. تمام، عشان بس ما حدش يقول ان يفتكر ان الكلاود ان الكلاود دوت تكنولوجي جديد، لا هو كونسبت بس عملنا تمام. The power of cloud. تمام، ال power of cloud بقى يعني من الاخر ايه هي البنفيت اللي انا هستفادها من الكلاود. احنا اول حاجة اتكلمنا اول مشكله كنا قلناها ان هي الافيلابيليتي، ان الداتا بتاعتي غير متاحه، فالكلاود كان بيحل لي المشكله ديت. قلنا بيحلها ازاي، ان هو كان بيعمل لي 3 نسخ احتياطيين، بحيث ان لو الابليكيشن او الداتا بتاعتي وقعت كان بيبقى ايه الحل، ان هو بيروح مستخدم النسخه كوبي من 3 الكوبي اللي عندي، فاليوزر لما بيخش يستخدم الداتا او الابلكيشن ما بيحسش ان الابلكيشن وقع. الاجيليتي هي فائدتها ان انا بقدر اعمل سكيل اب سكيل داون للسايز بتاعي، يعني لو انا عايز استخدم مساحه معينه هقدر اعمل سكيل اب، لو عايز اقلل المساحه ديت بقدر اعمل استخدم سكيل داون. بس ديت بتفيدني من لو انا مثلا لما بستخدمها عن طريق الاكونت بتاعي من على ويندوز اجر البورتال المينتيننس. هنا حته الصيانه انا وفر لي ان انا مش محتاج ان انا اصلح السيرفر بتاعي لو حصل له حاجه، هي في ناس بتبقى مسؤوله عن كده، الشركه اللي انا جايب لها. السكيلابيلتي اللي انا زي لسه ما قايل بقدر اعمل سكيل اب سكيل داون من البتاع من الاكونت بتاعي، فبقدر لو انا عايز استخدم مساحه كبيره اقدر اعمل سكيل اب،
لو جيت مثلا الداتا بتاعتي بدات اعمل منها ريموف، او بدات اللي انا في عندي مساحه كبيره فاضيه، فممكن اعمل سكيل اقدر اعمل سكيل داون. تمام. الكوست اللي وفر لي في الفلوس، يعني انا بقدر ادفع على قد ما انا ما هستخدم، مش هدفع فلوس كتير، مش هقدر ادفع، مش هدفع فلوس كتير على حاجه انا ما بستخدمهاش. ودي كانت المشكله بتقابلني في زمان، في المين فريم او في الجريد كومبيوتنج. الفوكس دي هنتكلم عنها، ان هو هنتكلم عنها في ويندوز اجور مع اسامه ان شاء الله اللي هيبدا كمان شويه. بس هو كان باختصار ان الفوكس هو بيفوكس على البيزنس، هو الشركات تقدر بيتارجت للشركات اكتر، ده هيقدر يوفر فلوس كتير للشركات. الشركات مش هتبقى محتاجه فلوس تدفعها كتير لو انا هستخدم كلاود كومبيوتنج. قبل ما اخلص هراجعهم تاني. احنا قلنا بالباور اوف كلاود حللنا مشكله الافيلابيلتي، الاسكيلابيلتي، المينتيننس، الكوست، الفوكس. اتمنى ان الناس تكون فهمت مفهوم الكلاود، ويا رب تكونوا استفدتوا من السيشن ديت. اي حد عنده سؤال ممكن يبعت لي رساله على الميل، او يتابعني على تويتر، او على الهاشتاج كلاود مان. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. هتلاقوني اونلاين على طول، على الفيس، على تويتر، او على الهاشتاج، او تبعتوا لي رساله على الميل. هيكون يعني هرد في ساعتها ان شاء الله. اي حد عنده سؤال بخصوص الكلاود انا تحت امركم. شكرا. السلام عليكم يا شباب، انا اسامه عبد العزيز، ام اس بي كلاود تيم وام اس بي ام ايجيبت. احنا دلوقتي هنتكلم عن الويندوز اجر و هاو تو كريت فيرست ابلكيشن على ويندوز اجر. تمام، فيا ريت بس لو في حد مش عنده اي حاجه مش واضحه في اللي فات يا ريت يقول لي عشان نوضحها له، وبعد كده نبدا نشتغل شغلنا احنا ونكريت الفيرست ابلكيشن بتاعي. تمام، احنا هنبدأ دلوقتي نتكلم على اجور اكتر. احنا دلوقتي المرة اللي فاتت طب في سؤال دلوقتي بيقول لي سكيلابيلتي بتخليني اتحكم في السايز اللي انا محتاج له في الكلاود. تمام، هو السكيلابيلتي بالنسبة لك بتقدر تعمل كل اللي انت عايزه، تسكيل او تسكيل داون زي ما انت عايز بالظبط. تمام، انت عايز، انت محتاج دلوقتي مثلا الاستورج بتاعتك 1 جيجا، طب بستخدمها، عايز اقللها نتيجة ان الضغط عليا اقل، بقللها عادي في الوقت اللي انا عايزه. تمام، اما بالنسبة للأسئلة هيبقى في ناس تانية هترد عليكم وهنبدأ نشتغل دلوقتي. طيب هنبدأ دلوقتي نعرف بقى الويندوز اجر ببساطة جدا. طيب هو الويندوز اجر هو البلاتفورم، يعني البلاتفورم بتاع الكلاود، اللي هو زي ما بيقولوا كده بالعربي الاوبريتنج سيستم بتاع الكلاود. تمام، طيب هو الكونسبت بتاعه ماشي ازاي وشغال ازاي؟ بص، الويندوز اجر هو عبارة عن ميكس بين حاجتين، هو عبارة عن running application و storage. تمام، يعني ايه running application؟ يعني application بيرن عليه. تمام، والستورج ان انت بتسيف الداتا بتاعتك في مكان الستورج بتاعتك. تمام، طب في حد مش سامع صوتي؟ هو ممكن الصوت عندك يكون بيقطع عشان الانترنت كونكشن، انما انا معلي صوتي والله. تمام، طيب الويندوز اجر بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه داتا سنترز، تمام، بتاعت مايكروسوفت. تمام، فوق الداتا سنترز ديت بيران عليهم، الداتا سنترز ديت هي مجموعه من السيرفرز، مجموعه من السيرفرز عددها كبير جدا. تمام، هي مايكروسوفت عندها 7 داتا سنترز، كل داتا سنتر في حوالي ما يقرب من عدد مهول جدا يوصل ل 700 الف سيرفر. تمام، كل دول متجمعين في مكان واحد ومتوزعين على مستوى العالم، في امريكا وفي ميدل ايست اند افريكا وكل دوت، بحيث ان انت تقدر تتحكم في الحاجه بتاعتك. بالنسبة للناس اللي كانت عايزة اشرح اللايرز تاني، انا هشرح لكم اللايرز تاني. اللايرز تاني ببساطة اللي هي بلاتفورم، اللي هي نبدأ الأول من انفراستراكشر از سيرفيس، وبعد كده بلاتفورم از سيرفيس، وبعد كده سوفت وير از سيرفيس. تمام؟ الانفراستراكشر انت معاكش، انت معاكش أي حاجة خالص إلا الانفراستراكشر بتاعتك، اللي هي بتوفر لك الجزء البسيط خالص اللي هو تحت. تمام؟ ثانية واحدة بالظبط عشان أقول لكم إيه أنت بتتحكم في إيه، وهو ايه اللي انت المفروض انت تمانجه، وايه الفيندور بتاعك بيمانجه لك، الفيندور اللي هي الشركه اللي بتديك اللي هي مايكروسوفت.
تمام، اللي هي بتختلف في الانفراستراكشر اساسا. تمام، بعد كده في السوفت وير از سيرفيس ارسم بالقلم. طيب ممكن اجيب البرزنتيشن دلوقتي واشرح لكم عليها حاليا. انا هحط لكم البرزنتيشن دلوقتي تمام، وهنشرح عليها زي ما هي موجوده. طيب اديني بس دقيقة واحدة بس يا شباب، هحط البرزنتيشن تاني وهوريكم اللايرز كلها. تمام، احنا هنتفق مع بعض الأول إن هما 3 layers. أول واحدة infrastructure as a service. يعني إيه infrastructure as a service؟ يعني أنت معاك الانفراستراكشر بس أنت اللي بتمانجه. تمام، اللي هو الجزء السفلي خالص من غير لا operating system ولا الجزء اللي فوق كله لحد ما توصل للداتا والابلكيشن. كويس، طيب بعد كده انفراستراكشر از سيرفيس بيديك، قصدي البلاتفورم از سيرفيس بيديك اللي هو البلاتفورم ذات نفسه الاوبريتنج سيستم اللي هو ويندوز اجر. تمام، يعني انت يعني هو بيبقى متحكم في الانفراستراكشر والبلاتفورم كمان. كل اللي عليك ان انت تكون تتحكم في اللاير اللي فوق اللي هي الداتا اند ابلكيشن. تمام، السوفت وير از سيرفيس انت ما بتتحكمش، مش ما بتتحكمش، انت يكون معاك كل شيء بس انت اللي بتمانجه، وهو اللي الفندور هو اللي بيظبطه لك. بمعنى ان انت مش مسؤول عن اي حاجه لو حصل لا قدر الله دروب او حصل فيل او حصل اي حاجه من الحاجات دي. هو مسؤول ان انت طالما انت حطيت الداتا عنده وحطيت واشتغلت على الابليكيشن بتاعه. زي مثلا هديكم مثال بسيط، اوفيس 365. حد فيكم عارف اوفيس 365؟ طيب اوفيس 365 دوت هو بيمانج الشركات والحاجات دي. تمام، ثواني بس هجيب البرزنتيشن وهشرح لكم عليها. المثال اللي انا قلته في السوفت وير از سيرفيس بيبين لك ان هو السوفت وير از سيرفيس اوفيس 365. انت جاست ان انت بتخش تعمل عليه اكونت، تمام، وبتحجز الداتا بتاعتك والحاجه بتاعتك اللي موجوده. تمام، زي الداتا والميلز والدومين بتاعك. تمام، وهو بيتحكم في كل حاجه. انت مش مطالب منك ان انت تعمل صيانه او فيل لا قدر الله لو حصل حاجه زي بقيه اللايرز التانيه. تمام، هو مسؤول ان هو يوفر لك كل حاجه، وان هي تكون افيلابل طول ال 24 ساعه في كل الوقت، وتقدر تدخل عليها من اي حته سواء كان الموبايل ديفايس او الديسكتوب او الديسكتوب عن طريق البراوزر. تمام، في حد لسه في الكونسبت مش واصل له يا جماعه؟ في حد لسه عنده مشكله في اللايرز؟ تمام يا شباب، كله كده كويس؟ طيب اوكي، انا هعمل لكم برضو البرزنتيشن تاني. تمام، هي البرزنتيشن بتطلع دلوقتي. بصوا يا شباب، عشان قبل ما هي تتعرض برضو هكلمكم عنها تاني. بص، انت عندك اول حاجه الانفراستراكشر از ا سيرفيس، الفندور بيمانج الاتي النتورك والستورج والسيرفر والفيجواليزيشن. تمام، حلو.
انت بتمانج ايه؟ انت بتمانج الاوبريتنج سيستم اللي هتسطبه والميدل وير والران تايم والداتا والابلكيشن. جميل؟ نيجي نتنقل لبلاتفورم از سيرفيس. هو بيطلع الليفل بتاع البلاتفورم اللي هو بيمانج النتورك والستورج والسيرفرز والفيرجواليزيشن والاوبريتنج سيستم والميدل وير والران تايم. انت كل اللي مع كل اللي عليك ان انت تحط الابلكيشن والداتا. تمام؟ مشكلة الصوت عشان الانترنت كونكتد. ايوه يا شباب انا بتكلم صوت عالي بس هو الانترنت كونكشن فيه تعدي. هي فعلا هتتسجل ان شاء الله وهتبقى موجوده على اللينك اللي هو بتاع البيج ذات نفسها اللي احنا عملنا عليه الابلكيشن. تمام؟ طيب في حد لسه عنده مشكله في الثري لايرز او عنده اي سؤال تاني دلوقتي عشان نبدا نخش نشوف؟ بالنسبه للبيمنت هيبقى على حسب استخدامك انت، استخدامك غير استخدام غيرك. يعني انت حاجز مثلا مثلا بروسيسور كور اي 8 كور اي 9 قصدي، وبعد كده حاجز 24 جيجا رام غير اللي حاجز مثلا كور اي 3 و4 جيجا رام بس. كل واحد بيختلف من بالنسبه للاستخدام بتاعه. تمام؟ دلوقتي في لسه مشاكل في اللايرز عشان نبدا نشوف هاو تو كرييت فيرست ابلكيشن ونتعرف اكتر على ويندوز اجر. بالنسبه للي انت بتقوله بتاع اليونكس، هو اوبريتنج سيستم للكلاود. فكل شركه من الشركات، بص هو لما بييجوا يعملوا كلاود سوليوشن بيبقى في حاجه اسمها اي اس في. يعني ايه اي اس في؟ الاي اس في دوت هو اندبندنت سوفت وير بروفايدر. يعني ايه اندبندنت سوفت وير بروفايدر؟ يعني الشركات الكبيره زي مايكروسوفت جوجل مثلا واي بي ام وامازون وكل الكلام دول، كل دول اسمهم اندبندنت سوفت وير بروفايدر. كل واحد بيبقى ليه الكلاود بتاعه، نظامها بيختلف عن النظام التاني. حتى الاوبريتنج سيستم اللي بيرن الكلاود دي بيكون مختلف عن التاني. يعني في مايكروسوفت هو ويندوز اجر، مثلا في امازون هو جوجل ليها نظام خاص بيها، في حاجات تانية مثلا زي اي بي ام والكلام ده كله، كل واحده ليها نظام. تمام؟ طيب تمام ان انت فهمتني. هو المشكله في الصوت في الانترنت كونكشن، مش في المايك. لا ولا يهمك، ما فيش اي مشكله. تمام؟ هنبدا دلوقتي نتكلم عن ازاي نكريت فيرست ابلكيشن على ويندوز اجر. تمام؟ هو اول حاجه لازم يكون عندك فيرجن 2. تمام؟ سواء كان 2010 او 2012. طيب نعمل ايه بقى؟ ندخل على www.azure.com. تمام؟ بعد كده بننزل الاس دي كي الخاصه بويندوز اجر. تمام؟ هنشوف دلوقتي مثلا ان احنا، طب ممكن تفتحوا azure.com؟ اوكي هعمل لكم، اكتب لكم بالقلم.
تمام كده يا شباب، ظهرت لكم. طيب هنبدأ ندخل عليه، بعد كده هننزل ال SDK بتاعه الخاص. اوكي، هي windows.azure.com، انا بس اختصرتها بسرعة فانا هكتبها لكم تاني. دي يا شباب، تمام هندخل عليه كلنا. طيب في حد لسه عنده مشكلة وما دخلش على azure.com؟ هنلاقي على الاجر دوت كوم بالنسبه للجزء اللي فوق اللي هو البري تريل ده، اللي هو بيعمل اكونت على اجر. اول ما احنا هنعمل ايه، هندخل على ديفلوب، تمام هنلاقي كتير باكج تمام اللي موجوده قدامنا، تمام هنختار اللي هي الباكج المناسبه لينا، واللي هو الجزء الخاص بينا اللي احنا هنشتغل عليه في اجر. تمام هندخل ننزل ال SDK عادي جدا وهنبدأ نشتغل عليه. تمام طيب هنيجي نفتح الفيجوال ستوديو بتاعنا. تمام اول لما نفتح الفيجوال ستوديو بتاعنا، ايوه اللي انت ما تعرف، ايوه اجر بيسبورت كل البروجرامنج لانجوج زي ما انت شفت، زي بايثون وجافا وبي اتش بي وكل حاجه. تمام بس احنا هنبدا النهارده بسمبل ابلكيشن اللي هو ASP.NET ابلكيشن بترن على اجر. تمام هو بيسبورت كل اللغات الموجوده، تمام وحاجات كتير كمان للموبايل وكل الكلام دوت هنعرفها ان شاء الله في السيشنز اللي قدام، اللي هم السيشنز اللي بعد كده. تمام وهنبدا نتعرف عليهم جزء جزء بالتفصيل عشان نفهم الناس كلها البروجرامنج لانجوج اللي بتسبورت اجر. تمام احنا بنبدا نشتغل بالجزء البسيط خالص اللي هو اجر دوت كوم، اللي هو بيشتغل على منتجات مايكروسوفت. تمام هنبدا ندخل على الفيجوال ستوديو. تمام انا دلوقتي هشير الديسكتوب بتاعي معاكم ونشوف الفيجوال ستوديو. زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا دوت الفيجوال ستوديو بتاعي، فهاجي عند السي شارب وهختار كلاود، هيطلع لي فوق هنا ويندوز اجر كلاود سيرفيس. تمام فهسمي تحت في النيم، هسمي اسم اللي هو ايه، هنسميه ويندوز اجر اونلاين 7 1. تمام وهنقول له اوكي. تمام هيدخلني بعد كده على صفحة تانية، هو دلوقتي بيكريت البروجكت بتاعي. تمام طيب ابدا باول حاجة ظهرت لي كذا كذا حاجة اللي هي ASP.NET رول وام في سي، ودول كل انواع ال ASP.NET، وبعد كده ال WCF، وبعد كده الورك رول والكاش رول، كل دول هنعرفهم بعد كده قدام. احنا هنبدا باول سمبل ابلكيشن اللي هو ASP.NET رول، هنضيفها هنا. تمام اما لو انا حبيت اسميها، باجي هنا بعمل رينيم مثلا للويب رول ديت واسميها اي اسم. تمام انا هسيبها ويب رول نمبر 1 وهقول له اوكي. تمام هو هنا بيكاريت البروجكت بتاعي. تمام في حد عنده مشكله او مش شايف انا بعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ طيب تمام هو كده كاريت البروجكت بتاعي. تمام هيظهر لنا هنا شوية حاجات.
هو دلوقتي بيكاريت البروجكت وبيظبط الكونفيجريشن بتاعته، سواء كانت سيرفيس كونفيجريشن او سيرفيس ديفينيشن، اللي هي برضو ان شاء الله هنعرفها قدام ايه كل واحده منهم، وازاي نظبط كل واحده منهم على اساس الحق احتياجنا للابليكيشن بتاعتنا. تمام. في حد يا شباب عنده اي استفسار او عنده اي سؤال؟ تمام، هو كده كريت لي الابلكيشن. تمام، هاجي عند الويب رول بتاعي. تمام، وهضيف صفحة ASP.NET عادية خالص. تمام، هقول له add new item. تمام، هقول له ويب فور وهسميها اجرون. تمام، هي كده الكريت بتاعي، ده السورس بتاعها، فانا هجيب الديزاين. تمام، ديت صفحه اي اس بي دوت نت عاديه خالص، هنكتب اي اس بي دوت نت عادي خالص. تمام، فهنيجي هنا في التول بوكس بتاعنا. تمام، وهنزل حاجه بسيطه خالص، تكست بوكس. تمام، او ليبل، هننزل ليبل الاول. تمام، وهننزل بطن. تمام، حاجة بسيطة خالص وسيمبل، وهننزل ادي الباتون كمان. تمام، حلو، ادي عندي دلوقتي ليبل وادي عندي باتون. تمام، كويس. في مشاكل لحد دلوقتي يا شباب ولا كله تمام؟ طيب دلوقتي انا عايز الليبل دوت لما اضغط على الباتون يقول لي هالو تو فيرست ابلكيشن اون ويندوز اجر. تمام، فهعمل دبل كليك على البتن. تمام، هيظهر لي الكود بتاعه، فهقول له ليبل 1. تمام، دوت تكست. تمام، ايكوال. هلو تو فيرست ابلكيشن ويندوز اجر. تمام يا شباب، وهعمل السيمي كولون العاديه بتاعتي. تمام، طيب هاجي هنا في الصفحه بتاعت الاي اس بي واقول له او ستوب. تمام، هو دلوقتي هيرن الايميوليتور بتاع ويندوز اجر، لاني انا مش شغال على اجر اكونت، انا كل الكلام ده على اللوكال ماشين، فهو بيعمل له ايميوليتور بيحسسك ان انت قاعد في البيئه بتاعت ويندوز اجر، او كانك بتشتغل على اجر اكونت حقيقي، بس انت مش بتشتغل على اكونت حقيقي، انت بتشتغل على لوكال ماشين بتاعتك. تمام، هو هيرن دلوقتي وهنشوف الاوتبوت بتاعه. حد دلوقتي في اي مشاكل يا شباب؟ هو المشكلة إن الهوست ممكن يكون في مشاكل في الكونكتيفيتي شوية، فهو أنت ممكن ما تكونش سامع الصوت. تمام؟ كويس ان المسج دي ظهرت لنا عشان ابين لك حاجه، وانت شغال على ويندوز اجر لازم تكون داخل على الفيجوال ستوديو كادمنستريتور. تمام، ديت انا حبيت اعملها لان ابين لكم. فانت عشان تعمل ايه؟ عشان تخش على الفيجوال ستوديو از ادمنستريتور، هتيجي تعمل هنا او هتيجي في الستارت منيو بتاعت ويندوز 8 وتختار تمام فيجوال ستوديو از ادمنستريتور. تمام، هتدخل على الفيجوال ستوديو از ادمنستريتور. تمام،
في حد عنده مشاكل يا شباب؟ في حد عنده مشكلة؟ شباب طب في حد مش سامعني طيب؟ يا شباب في حد مش سامعني؟ طب إسماعيل أنت لسه عندك مشكلة في الصوت؟ تمام ماشي. بعد ما هعمل هخش على الادمنستريتور وهبدأ وهعمل نفس اللي انا عملته دوت تمام. هيظهر لي نتيجة ايه؟ هيظهر لي في الصفحة عادية خالص بتطلع على الانترنت اكسبلورر فيها الباتون دوت والليبل. ساعة ما هضغط على الباتون هيطلع لي هالو تو فيرست ابلكيشن اون ويندوز اجر. طيب بتأكد ازاي ان انا تمام وشغال على اجر؟ تمام، ببدأ بشوف الايميوليتر بتاع ويندوز اجر وهخش اشوف الكمبيوت نود بتاعتي، هلاقيها عليها علامه خضراء وفيها كل حاجه تمام شغاله، والانستنس اللي انا موجود عليها دلوقتي موجوده وشغاله. وده بيبين لي برضو كمان ان هو لما بيكتب لي فوق بيكتب لي اللي هي واحد اللي هي الاي بي اللي هو المعروف بتاعنا اللي هو 170.1 تمام، مش الاي بي بتاع الجهاز بتاعتي. مش معناه ان انا شغال على ماشين، لا ده انا مش على الماشين بتاعتي ان انا برن على اللوكال هوست، لا انا شغال على اللوكال ماشين بتاعتي على الايميوليتور بتاع ويندوز اجر. تمام يا شباب، في حد عنده اي مشكلة؟ ها يا شباب في حد عنده مشكلة؟ طيب هو كده كده الفيديو بيتعمل له ريكورد تمام؟ فأنت ممكن تسمعه بس خليك متابع معانا على البريزنتيشن تمام؟ طيب انا دلوقتي يا شباب هدخل فيجوال ستوديو كادمنستريتور تمام، عشان ايه؟ اول هدخل انا دلوقتي هدخل فيجوال ستوديو كادمنستريتور عشان ابين لكم ازاي هنشتغل. طيب انا دلوقتي داخل فيجوال ستوديو كادمنستريتور، هعمل لكم نيو بروجكت وهوريكم النتائج بتاعت الاوتبوت بتاعتي تمام. هعمل نيو بروجكت عادي خالص تمام، هيطلع لي برضو كلاود، هقول له مثلا ايفنت اونلاين 1 اي بي ام ادمنستريتور تمام، وهقول له اوكي. هيبدا يكريت الحاجه الخطوات اللي احنا هنمشيها. هنعمل الويب رول بتاعنا تمام. هو دلوقتي هيكريت الويب رول بتاعتي، وبعد كده هبدا اكريت الاي اس بي دوت نت، الصفحه بتاع الاي اس بي دوت نت بتاعتي، وهشتغل عليها خالص وهنشوف النتائج. هاجي عند ويب رول وهقول له اد نيو ايتم والويب فورم 1 هسميها ويندوز اجر 1 تمام. كريت البيج، هدخل على الديزاين بتاعي، اجي من التول بوكس هنزل الليبل بتاعي تمام، وهنزل البوكس الباتون بتاعي تمام. هضغط دبل كليك على الباتون، هكتب الكود بتاعي ليبل 1 تمام دوت تكست ثواني يا شباب
maple1.text equal semicolon هنا hello to first application for Windows Azure. تمام سيمي كولون واجي على هنا على ال ASP.NET بيج واقول له ستارت. هتشوفوا دلوقتي بعينيكم البيج وهي بتعمل لها لود تمام، والباتن وهو موجود فيها والليبل، وبعد ما هدوس على الباتن هيطلع لي اهو هنا الايميوليتر بتاع ويندوز اجر بدا يشتغل، بيتعمل له انيشاليز تمام، وهو بيبدا يبني الانفايرمنت بتاعه. في حد عنده اي استفسار ولا حاجه؟ ايوه انا بعمل ان شاء الله الريكورد دوت هيترفع على البيج بتاعت الايفنت بعد ما نخلص ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تمام نرجع تاني للفيجوال ستوديو بتاعنا. تمام هنشوف هو الايميليتور هو بيشتغل اهوت. تمام هو بس بياخد وقت لان هو بيكاري الانفايرمنت كامله. حتى هنلاقي تحت هنا ظاهر لنا العلامه بتاعت ويندوز اجر وبيقول لك كومبيوت ايميليتور از ستارت. تمام هو هنا بيبدا بقى بيبروفايد السيرفيس باكج بتاعته والديبلوي للاجر ايميليتور، كل الحاجات اللي بتروح في الباك اند. حتى هو هنا بدا يطلع لنا اهوت ويندوز اجر ايميليتور ستارت. تمام هنا بي بي بيعمل بي بيبدا يستارت الرول بتاعته اللي هي على الابلكيشن اللي احنا عاملينه. هيبدا دلوقتي يفتح الانترنت اكسبلورر ويورينا البيج بتاعتنا اللي احنا كنا حاطين فيها الليبل والبطن. تمام هو دلوقتي ريد اهوت وهو هيفتح لنا البيج بتاعتنا. او زي ما قلت لكم 127.0.0.1 تمام اللي احنا متشاورين عليها فوق ديت 127.0.0.1 ديت اللي هي بتاعت الويندوز. ادي الليبل بتاعنا وادي البطن. لو بضغط على البطن كده هلو تو فيرست ابلكيشن اون ويندوز اجر اشتغل تمام. طيب اتاكد ليه ازاي ان هو شغال على ويندوز اجر؟ هاجي هنا بكل بساطه وهاجي على الكمبيوت ايميليتور دوت وهضغط عليه كده تمام، وهقول له شو كمبيوت ايميليتور يو اي، هيوريني الانترفيس او اليوزر انترفيس بتاع الكمبيوت ايميليتور بتاع ويندوز اجر. فهقول له شو كمبيوت ايميليتور ويندوز اجر، هيبدا يفتحه لي. هنشوف الرول جواها الانستنس جواها البيج اللي بترن قدامكم ديت يا شباب. تمام اهو فتح لي هنا اهوت. تمام ادي ويندوز اجر ايفنت اون لاين 1 اللي احنا كنا مكريتينه، وادي الويب رول بتاعتي، وادي العلامه الخضراء ان هي معناها ان هي راننج. ديت الانستنس اللي موجوده جوه الرول ده. تمام يا شباب بعد كده هنبدا نشتغل عادي خالص، نبدا نعمل ويب بيجز وابلكيشن بنطلعها عن طريق خلال ويندوز اجر. تمام في حد عنده اي سؤال؟ اني كويستشن يا شباب؟ حد عنده اي اسئله او استفسار عن الابلكيشن اللي احنا عملناه دلوقتي دوت؟ او في حد عنده مشكله؟ طيب انا مستني اسئلتكم اهو. يعني هو كده كله تمام ومفيش حد عنده اي اسئله او استفسار بالنسبه ان احنا نقدر نكريت ويندوز اجر ابلكيشن. طيب هو بقى على فكره بعد كده عادي خالص ان انت لما بتعمل صفحه اي اس بي دوت نت مش شرط اللي هو ليبل وباتن بس، لا انت ممكن تعمل لها ديزاين وتعمل له كانه ويب سايت كامل ويشتغل على ويندوز اجر. بعد كده في المرات الجايه بقى هنقدر نتعلم ازاي نظبط السيرفيس كونفيجريشن والسيرفيس ديفينيشن بتاعنا، وازاي لو حبينا نضيف ستورج بتاعتنا اللي هي سواء كانت سيكوال اجر او تيبل ستورج، ازاي ان احنا نحط بيانات. مثلا لو انت بتستخدم اي اس بي دوت نت ابلكيشن بيشتغل مع داتابيز وبيجيب ريكورد وبيرجع حاجات من ديت، او بيجيب بيانات من داتابيز او خلاف داتابيز اللي هم انواع مختلفه بتوع اجر سواء كان بلوب او تيبل ستورج او سيكوال اجر،
تمام، وازاي تضيف بقى ديزاين للبيج بتاعتك زي ما نشوف الصفح العاديه اللي بترن، تمام، واللي انت مثلا لو انت عايز تكتب مثلا بي اتش بي او اي حاجه او لغه تانية، لو انت بتعرف تكتب اي اس بي دوت نت اكتب بي اتش بي عادي، بس تنزل الباكج بتاعتها من ويندوز اجر دوت كوم وتبدا تشتغل عادي خالص، تمام جدا، وكل حاجه هتمشي تمام زي ما انت شفت معايا. تمام، هنبدا بقى برضو في المرات الجايه نتعرف يعني ايه ويب كونفيجريشن، ويعني ايه ويب رول، ويعني ايه ورك رول، وازاي اقسم الحاجه بتاعتي على الويب رول وعلى الورك رول، ازاي احط الباك اند بتاعي هنا اللي اكونسيوم البروسيسنج باور في الورك رول، وازاي احط الشكل بتاعي والبيج بتاعتي في الويب رول بس، ازاي ابدا اظبط السيرفيس كونفيجريشن والسيرفيس ديفينيشن، ازاي اشوف الفي ام في الفي ام بتاعتي هل اخدها سمول او ميديوم او لارج، هل لو في عندي كونكشن سترينج بين حاجه وحاجه مثلا زي بين الويب رول او الورك رول، لو عايز اربطهم ببعض عن طريق كونكشن سترينج، طب الكونكشن سترينج ده اضيفه فين؟ كل ده ان شاء الله هنتعرف عليه المره الجايه، بس اتمنى ان الناس تكون فهمتني كويس جدا في كرييت فيرست ابلكيشن، واتمنى ان احنا على الايفنت الجاي ان شاء الله نكون شفنا منكم ابلكيشنز وحاجات طلعت، سواء كانت صفحة اي اس بي دوت نت ويب عادية او حطيت لها اي ديزاين او اي حاجة تخليها تظهر بشكل احسن من جاست ان هي صفحة بيضاء فيها ليبلز وباتونز وبس. تمام، بالنسبة للكونتاكت بتاعتي انا هكتبها لكم كلها هنا دلوقتي عشان لو حد عايز يسألني اي سؤال او يستفسر اي سؤال تمام هكتبها لكم دلوقتي. ان شاء الله البرزنتيشن هتكون برضو موجودة في نفس اللينك اللي هو هيتحط معاه الفيديو، تمام، وبرضو هحط لكم الورد بريس بتاعتي البلوج بتاعتي لو حد عايز يقرا ويتعلم اكتر عن ويندوز اجر، تمام، بس يا ريت تتابعونا اكتر على الايفنتس اللي جايه لانها سيريس اوف ايفنت هيبدا نتكلم بيها في حاجات سيريس، بمعنى ان احنا الموضوع دوت هيترتب عليه الموضوع اللي جاي وهيترتب عليه الموضوع اللي بعدين ان شاء الله كمان، تمام. ادي كل الحاجات بتاعتي يا شباب، الفيسبوك، تويتر، الووردبريس، السكايب بتاعي كمان اهوت، تمام يا شباب، يا ريت اكون قدرت اوصل لكم يعني معلومه مفيده النهارده، ونكون اتعلمنا ازاي نكريت ابلكيشن على ويندوز اجر، اتمنى ان انا في المرات اللي جايه نكون عملنا حاجه كويسه، وان انتوا تكونوا استفدتوا من السيشن بتاعت النهارده، بشكركم على يعني ان انتوا قعدتوا سمعتونا وتعلمتوا حاجه جديده معانا، اتمنى نشوفكم المره الجايه ان شاء الله. ثانكس.
بالنسبة للي جاي متأخر أو عنده مشكلة إن هو ما حضرش السيشن من الأول، هو السيشن دي هتبقى ريكورد وهتترفع من أولها، بحيث إن هو اللي ما قدرش يلحقها على ما تيجي السيشن اللي جاي يكون سمعها عشان يكون. بالنسبة لإن هو هيتسجل صوت بس، هو بالنسبة للصوت هو كل حاجة كانت بتتشرح، أما بالنسبة للبرزنتيشن هتترفع كمان، ودي كل الكونت وأنا وأحمد عبد الظاهر حطينا الكونتاكت بتاعتنا هي، بحيث لو في أي حد عنده اي استفسار او عايز اي سؤال احنا هنرد عليكم في اي وقت، في اي وقت انتوا تحبوه، بس جاست ان انتوا تبعتوا لنا ميل او مسج او اي حاجه تعرفونا، وتتابعوا برضو الورد بريس بتاعنا والكلاود تيم، البلوج بتاعته بينزل عليها كل اسبوع برضو بلوج جديده بتعلم الناس ازاي يشتغل على ويندوز اجر احسن. تمام، وبالنسبه برضو للمرجع الاساسي بتاعكم اتمنى ان يكون www.windowsazure.com، ده المرجع الاساسي بتاعكم، في تقدروا من عليه تقدروا تتعلموا من عليه، وكمان البلوج بتاعت ام اس بي كلاود تيم ذات نفسها تقدروا تخشوا عليها وتتعلموا، هتترفع النهارده برضو مع الفيديوز والبرزنتيشن. تمام، هتشوفوا مننا كل اسبوع ان شاء الله بلوج جديده وحاجات. تمام ان شاء الله، تمام ان شاء الله، مستنيينكم جميعا يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد بتاعنا الساعه 7 ان شاء الله مع موضوع جديد، نتمنى تكونوا استفدتوا مننا النهارده. شكرا لكم.